قرقيعان قرقيعان أول مرة أسمع عنها. أول مرة بسمع فيها. بدك المعنى تاع؟ أنا عايشة بالكويت، أنا إياها منتشرة بالكويت. أيوه أنت عارفها. تعرف. I think إذا عملتي صوت أو شيء. احتفال سنوي. زي الهالوين بأمريكا. محمد شو؟ دور دور. هو قرقيعان بيلفوا على البيوت بياخذوا كانديز ملبس وحلويات من البيوت. بتوزع الحلويات فيها والأكلات الشعبية تقام فيها. قرقيعان بيجوا عشان يحتفلوا معانا. قرقيعان مناسبة تراثية يحتفل بها بلدان الخليج في منتصف شهر رمضان، حيث يطوف الأطفال حول المنازل وتوزع عليهم الحلوى، والتسمية مشتقة من القرقعة، وهي أصوات الأواني الحديدية التي تحمل الحلويات عندما تضرب ببعضها. عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. نحن في عمان نسميه قرنقشو. شوية وناس عطوني شوية حلوة. بحبه. أكيد. أنت كمان بتحب رمضان؟ أنت بتحب رمضان؟ حلويات.